تعالوا نعمل مع بعض تيراميسو الموز. عندي بسكوت سافويار، موز مهروس، قهوة سريعة الذوبان، كريمة حامضة، كريم شانتيه مخفوقة، قرفة، سكر، وموز شرايح. للتقديم عندي شوكولاتة مبشورة، صوص كراميل، وكريم شانتيه. بصوا بقى هعمل ايه. نقول بسم الله طبعا اول حاجة، ونجيب الطبق اللي هنقدم فيه على طول. ماذا حدث؟ أثار بعثرة في النيش بتاعي. النيش ماشي. هنعمل ايه؟ نقول بسم الله طبعا اول حاجة. هحط هنا قهوة سريعة الذوبان، وهجيب عليها مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. مية دافية. وهجيب عليهم سكر. ادي اول خطوة. تاني خطوة، هبتدي احط البسكوت في المية اللي فيها القهوة والسكر، واعمل اول طبقة من البسكوت في طبق التقديم. بعد كده هبتدي اخلط المقادير بتاعت الكريمة كلها مع بعض. مية مولعة، كانت المفروض تبقى دافية بس معطلاني. ان انا موز مهروس، اعمل ايه بس، كريمة حامضة اللي هي الساور كريم، وبعدين شوية قرفة، وبعدين شوية من الكريم شانتيه المخفوق، اهو. اوكي، نخلط ده الاول، وبعدين نشوف محتاجين شويه كريم شانتيه تاني. تهيألي هنحتاج شويه كمان. اهو جاهزين. هنزل شويه كريم شانتيه هنا كمان. حلو قوي. حشوه كريمه الموز بالقرفه. واسويهم كويس قوي. كده اهو. اهو. واقوم منزله الكريم شانتيه هنا. دي وصفه يا جماعه لما تسقع في التلاجه وتدوقوها هتدعوا لنا.